السلام عليكم، ده سهل. سؤال رقم 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي consider a set of n samples، وال n دي عبارة عن 2k plus 1، عن 2k plus 1 samples، k of which coincide at x equals negative 2 و k at x equals 0 و 1 at x equals a. فبيقول لي ان انا عندي 1D problem كده، عندي هنا negative 2 وعندي هنا 0 وعندي هنا a اللي انا مش عارف هو فين بالظبط، هو a ده variable a. عندي هو طبعا ده حاجه تبع ال k means يعني، بس بيقول ان انا عندي k points هنا، k points فوق بعض كلهم فوق بعض عند negative 2 مثلا، 20 point عند negative 2 مثلا، و k points عند 0 و point واحده عند a، وال a دي اكبر من ال 0 فهي الناحيه دي مش الناحيه الثانيه، يقصد بيها كده الناحيه اللي بعد ال 0. طيب بيقول لك show that the two cluster partitioning that minimizes d اللي هو sum of squared errors groups the k samples at x equals 0 with 1 at x equals a او with the 1 at x equals a if a تربيع اصغر من 2 k plus 1. يعني هو بيقول لك لو انت بتستخدم k means، فانت ال k means اصلا بحاول minimize ال cost function j اللي هو مسميها هنا d، يعني اللي هي كانت كده، كانت سيجما على الكلاسز بقى من كلاس او من سي ايكوالز واحد، هنا من سي ايكوالز واحد لاثنين، ان هم عندي بيقول لك انت بتستخدم تو كلاسز، تو كلاستر بارتيشننج، والسيجما الثانيه على عدد البوينتس اللي بتنتمي لكل كلاس، فهنا اكس ينتمي ل سي اي مثلا، او اكس اي ينتمي الى سي اي، او ايا كان اكتبها ازاي، اكس اي ناقص ميو اي تربيع، صح؟ فانا بحاول مينيمايز السكويرد ديستنس ما بين السامبل وما بين المين بتاع المين بتاعها، او تعال نكتبها بشكل احسن شويه، ان عندي تو كلاسز بس، هو عباره عن سيجما اكس ينتمي لي كلاس واحد اكس اي ناقص ميو واحد تربيع بلس سيجما اكس اي تنتمي الى كلاس 2 اكس اي ناقص ميو 2 تربيع، مش كده؟ حلو قوي. دي جي او اللي هو مسميها دي في السؤال. بيقول لي شو بقى، او تعال نشوف من غير الشو، هو مديني هنا الرول بس انا ممكن احاول اشوف دلوقتي، لو انا هستخدم كي مينز السنترز هتبقى فين، او مين هيبقوا الكلاسترز بتوعي، ماشي، او مين هيبقى السنترز بتوعي. طيب نفكر فيها ازاي، تعال نفترض كده ان الاي دي مش موجوده خالص، ان مفيش نقطه اسمها اي اساسا، فلو ده حصل هيبقى عندي هنا مفيش، واكيد طبيعي ان انا هيبقى عندي تو سنترز، سنتر عند سالب 2 وسنتر عند الزيرو، والجي هتبقى بزيرو ان كل البوينتس اصلا فوق السنتر، وبالتالي السم ده هيبقى بزيرو، فدي طبعا احسن حاله في العالم، ان انا كده بقى عندي سنتر هنا وسنتر هنا والايرور ده بزيرو. طيب واحده واحده كده، عملت انتروداكشن للبوينت اللي اسمها ايه، او البوينت اللي هي البوينت بلس 1 الاخيره دي، او البوينت هنا مثلا كده، او بلاش خلينا بلون تاني، او البوينت هنا جنب او السنتر ده، فانا متخيل ان الكلاسترنج هيخلي البوينت الجديده دي تبع الكلاستر اللي عند الزيرو ده، صح؟ والايرور طبعا خد بالك لما احط البوينت كده، فالمين او الكي مينز هيخلي المين هو في النص ما بين المين ده والمين ده، المين مش هيفضل عند الزيرو، لان في الاخر المين عباره عن مجموع ايه؟ تعال نشوف كده المين في الحاله دي، لو ده كان كلاس 1 مثلا، ده كده كلاس 1 او كلاستر 1، ده كلاستر 2، فالمين بتاع كلاستر 2 هيبقى ايه دايما؟ هيبقى المفروض مجموع البوينتس على عددها. طب عدد البوينتس كام؟ هيبقى هنا كي بلس 1، لو الـ A طبعا كان الـ A دي قريبة قوي من هنا، يبقى هنا K بلس 1، والبوينتس عندك K بوينت عند الزيرو اللي هو 0 بلس 0 بلس 0 في كلهم مش لازمة، وبوينت واحدة عند A، فالمين هيبقى A على K بلس 1، يعني المين هيحصل له شيفت، بدل ما هو 0 هيبقى A على K بلس 1. طبعا لو A صغيرة والـ K كبيرة ساعتها هتلاقي ده تقريبا 0 برضه. المشكلة في حاجة، إن أنا لما غيرت المين كده السميشن بتاع كلاستر 2 ده هيتغير، لأن دلوقتي بقى فيه ما بقاش 0، والحقيقه ان السميشن ده او الايرور ده هيزيد شويه بسبب البوينت A وشويه بسبب البوينتس اللي هي عند الزيرو نفسها، ان في الاخر كلهم بيكونتريبيوتوا هنا. بس لو A صغيره هيفضل برضو الاختيار او الاختيار السنتر اللي بيمينيمايز الايرور هو ان انا برضو هخلي النقط اللي عند سالب 2 كلهم مع بعض في كلاستر، والبوينتس دي مع بعض كده في كلاستر، وان كان السنتر بتاعه مش هيكون عند الزيرو بس هيكون كلاستر A جديد، صح كده؟ مشكلة هتحصل لو الاي دي كبرت، تخيل كده في حالة اكستريم الاي كبرت قوي، الاي بقت هنا مثلا. ساعتها المين برضه هو لسه لا يزال اي على كي بلس 1، بس ده كده كبر شوية، لو الاي مثلا تخيل مثلا الاي بتساوي كي بلس 1 مثلا، لو الاي بتساوي كي بلس 1، ساعتها هيكون السنتر ده في النص تقريبا. مثلا افترض ده، أو يعني تعرف افترض
ان كده مثلا سالب 2 0 يبقى هنا مثلا وهنا، هيبقى السنتر ساعتها عند واحد مثلا، ساعتها مجموع السكويرد ايرورز هيبدا يكبر. طب لو الاي كبرت اكتر، لو الاي بقت اكبر مثلا بيساوي 100 كي بلس 1، ساعتها السنتر ده هيقعد يبعد 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 كل ما زود قيمه الاي. وبالتالي هيجي لي لحظه معينه هلاقي ان مجموع السكويرد ايرورز بالنسبه للبوينتس دي والبوينت الثانيه لا بقى كبير، بقى اكبر مما ما بقاش اقل حاجه، ما بقاش ان انا اخلي البوينتس دي كلها في كلاستر والبوينتس دي لوحدها في كلاستر هو اللي بيميز الايرور. ماشي؟ ده منطقي. تخيل ايه كبرت قوي، تخيل ايه بقت بعيده جدا 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 الناحيه الثانيه من العالم. ساعتها المنطقي ان انا هخلي دول مع بعض كلهم في كلاستر والاي لوحدها في كلاستر. صح؟ ده اللي هيخلي الكلاسترنج منطقي اكتر او بيمينيمايز الايرورز اكتر لو الاي بعدت قوي. فهو السؤال نوعا ما بيقول لك هات لي قيمه الاي اللي تخلي الكلاسترنج الاولاني احسن وقيمه الاي تخلي الكلاسترنج الثاني احسن. فانا متخيل دي حاجه مش معقده يعني. طيب تعال نشوف كده نحسب الكلام ده ازاي. تعال نحسب الايرور في الحالتين. طيب اوبشن 1، اوبشن 1 مجموع الايرور هيبقى ايه؟ هيبقى مجموع الايرور ده بتاع كلاس واحد وده دايما بزيرو. انا في اوبشن 1 بقول ان دول كده مع بعض واللخبطه كلها بتحصل في الجزء ده مع البوينت اللي اسمها ايه. فساعتها هتلاقي ان مجموع الايرور هيبقى ده كده زيرو جي او دي، هتبقى هنا زيرو. وبعدين عايز اشوف الايرور ده. طيب انا قلت ان المين او يو 2 هيبقى ايه على كي بلس 1، يبقى اذا هيبقى عندي ايه بقى؟ اكس اي ناقص ايه على كي بلس 1 تربيع ده لكل الكي بوينتس، يعني سيجما من اي ايكوالز 1 لحد كي الكلام ده، بلس البوينت الاخيره اللي هي اصلا قيمتها عند ايه ناقص ايه على كي بلس 1 تربيع. ده التوتال ايرور مش كده؟ حلو. اكس اي دي كل البوينتس اللي عند الزيرو، فاكس اي اصلا بتساوي زيرو. وبالتالي انا هلاقي ان الشيء ده عباره عن كي في طبعا نيجاتيف تربيع هيطير، هيبقى ايه على كي بلس 1 لكل تربيع. والراجل ده هيبقى ايه تربيع هنا في 1 ناقص 1 على كي بلس 1 لكل تربيع. ده كده الايرور صح؟ فده هيساوي كي اي تربيع في 1 على كي بلس 1 تربيع بلس اي تربيع، واقدر اخد هنا اعمل مشترك المقام كي بلس 1 تربيع. بعد كده هيبقى هنا كي بلس 1 ناقص 1، هيبقى هنا كي معلش التربيع هنا فوق مش تحت، هو كي على الكلام ده كله. طيب تمام، عشان انا خدت عامل مشترك هيبقى كي بلس 1 هنا، وبعد كده هيبقى كي بلس 1 ناقص 1 دي كي، والكل ده لسه تربيع. فاقدر اقول ان ده بيساوي كي اي تربيع بلس كي تربيع اي تربيع على كي بلس 1 الكل تربيع. فده هيديني كي اي تربيع في 1 بلس كي اللي هو كي بلس 1 على كي بلس 1 الكل تربيع. فده هيديني K A تربيع على K بلس 1. يبقى إذا ده قيمة الايرور اعتمادا على قيمة الـ A. وواضح إن كل ما الـ A تكبر الايرور بيزيد بشكل سكويرد، وده معناه إن الايرور لو كبرت قوي، لو الـ A كبرت قوي ساعتها الايرور هيكبر قوي قوي، إن هو موضوع تربيع. فده كده الايرور بتاع أوبشن 1. طيب الأوبشن الثاني أوبشن 2، إن أنا متخيل إن لو الـ A بعدت قوي 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 ساعتها دول مع بعض هيبقوا كلاستر والـ A كلاستر. ساعتها الايرور بتاع اوبشن 2 سميه جي 2 او دي 2 هيساب. البوينت البعيده هتكون هي لوحدها في الكلاستر، وبالتالي الايرور الناتج عنها هيكون بزيرو. البوينت الاي هتكون هي اصلا السنتر بتاع نفسها، فخلاص الايرور بتاعها بزيرو. البوينتس دي طالما دول كي ودول كي، فالسنتر هيبقى في النص بالظبط عند سالب واحد. صح؟ وبالتالي جي 2 هيبقى بيساوي سيجما اوفر كي المسافه دي بواحد تربيع. ده بواحد بلس سيجما اوفر كي برضو واحد تربيع. فده هيدي لك كي يعني بلس كي، هيديك 2 كي. فالايرور في اوبشن 2 هيبقى 2 كي. طيب يبقى ماشي، يبقى اي 1 يساوي كي اي تربيع على كي بلس 1، اي 2 2 كي. يبقى انا هختار
E1 امتى او اللي هيحصل E1 امتى لو قيمة او option 1 امتى لو قيمة E1 اصغر من E2. يبقى اذا هو بيقوله في السؤالي اصلا بيقوله show that the two cluster partition that minimizes D K samples at X equals 0 with the 1 at X equals A اللي هو option 1 لو A تربيع اصغر من ده. يعني option 1 هيحصل اثبت ان option 1 هيحصل لو A تربيع اصغر من ده. فعلا option 1 هيحصل لو ايه؟ لو K A تربيع على K plus 1 اصغر من 2K. نقدر نطير K مع K. وبالتالي ده هيحصل لو A تربيع اصغر من 2K plus 1 زي ما هو قايل لي في السؤال. في الكيس what is the optimal grouping او A تربيع اكبر بقى من الكلام ده هتقول له بقى الـ optimal grouping اللي انا قلته من شويه اللي هو option 2 اللي بيخليه الايرور بتاعي 2K. بس كده.